حتى وصفهم أعجز الوصف فيهم. أعضاء فريق عمان في رعاية الوالدين أعضاء متميزين يستحقوا التحية. وقف المعامل ودائما المعامل من أجل كبار السن. نكافح، نعاني، نصارع من أجل أن نستمر. وكان عندنا التحدي أن نحن قادرين نستمر. يمكن الاسم أحيانا ما هو سبب يخليك أنت تستمر أو ما تستمر، وإنما الإرادة والمحبة هي اللي تخليك تستمر. الاسم ممكن نفسخه ونرميه ونلبس الاسم ثاني، بس نستمر، نستمر بهدف صادق ورغبة أكيدة بأن نحن نكون مع كبار السن. هذه الفئة اللي هي يجب أن نقدرها ونحترمها. أنا دائما أقول لا لدار المسنين، لا لوجود المسن في المستشفى، لا لوجود المسن وراء البيت، لا للملاحق للمسنين، وإنما أقول دائما يجب أن يكون المسن داخل البيت، في وسط قلوبنا، تحت أعيننا، لا للعامل الواحد على المسن وحده. مع احترامنا للعامل المسن، لازم نحن نكون دائما المسنين وكبار السن نحن نرعاهم، هم رعونا واليوم نحن دورنا راح نرعاهم. اتمنى ان شاء الله من كل قلبي التوفيق لفريق عمان لرعايه الوالدين اللي هو سمتنا لتحدى الصعاب، وهو مستعد انه يستعد الصعاب من اجل الثبوت. اشكر من قلبي رئيسه الجمعيه المراه العمانيه بالسيف على استضافتها لنا وان تسمح لنا نكون تحت مظلتها. كانت قلب واسع لنا ومشجع لنا ان نحن نقول لها استمروا، اذا هي مظله تظللوا تحتي ونحن ظللنا تحت المراه. ولأن احنا اغلبنا المرأة مهما كان هي سلاح يعني. فأتمنى الله ان شاء الله الله يوفقنا وان نكون ان شاء الله عند حسن ظن الجميع بان نحن نكون مع كبار السن، ونحن قلوبنا مفتوحة لهم الى اخر يوم في اعمارنا. اشكركم كثير على حضوركم، واشكركم كثير على تفضلكم اليوم انكم تتركوا اعمالكم وتتركوا يوم الخميس، حبيتوا ان تقضوها معانا ونحن سعيدين بها كثير. شكرا لكم، واترك الميكروفون الى مذيعتنا المتعلقه وعد. نشكر الاستاذه جوهر فارسيه على هذه الكلمات الطيبه. صوت شجي وكلمات اشهاديه رائعه تجذب المسامع وتضخم القلوب، فلنترككم ايها الجمع القفير معا فقره انتشاريه من تقديم عبد الملك فهد. ثم يا ومن هذا المنبر ندعو رعاية الحفل السيدة حجيجة
سمي 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 كبروا. الله أكبر بعد. ريحة. Thank you.
نجلة بنت مقبول البلوشية صيدلية ابن سينا. مطبعة الرفد. مشاريع حسنى الحديثة. في الختام نسأل الله أن يجمعنا بكم أياما عديدة وأزمنة مديدة، فلتلتهج الألسن بالدعاء ولتنطق الحروف بالرجاء. إن لم يكن لنا هنا لقاء فللأخرى لنا أمل ورجاء. كانت معكم وعد بيت علي الهطالية. صراحة قضيت ليلة جميلة معاهم، وأبي أشكر كمان أعضاء فريق عمان لرعاية المسنين على المجهودات المبذولة لنشر الوعي للاهتمام بالمسنين، والله يوفقهم وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله. اليوم نحتفل بإفطار صائم للمسنين بشكل عام وللوالدين بشكل خاص. الهدف من الحفل هو وضع فكر معين للأجيال القادمة على عن كيفية الاهتمام بالوالدين ومدى الاستفادة من الاهتمام بالوالدين. الوالدين اللي هم أساس الحياة، هم اللي وصلونا لهذا المستوى، هم اللي تعبوا علينا وشقوا. فنحن نريد نوصل رسالة للجيلين، للجيل الأول أن نحن لازلنا وإن شاء الله راح نظل نهتم فيكم، وللجيل الثاني جيل الشباب أنه يجب على الجيل الشباب اهتمام بالوالدين. شكرا. رعاية الوالدين عنوان كثير جميل وحلو. نتمنى من الشباب الجيل الواعد أنه يرعى والدينه. رسالة تخدم مجتمعنا، لأن مثل ما تقول إذا ما ترعى والدينك ترى بيجيك الدور، الجور الجاي. فيعني أنا أشكر على هذه البادرة الخيرية الجميلة بهذا العنوان المتميز. نتمنى لرعاية الوالدين تبقى ومتميزة بهذا العنوان وتدوم على مدار السنة، لأنها بصراحة حفل كان كثير جميل ومواضيعها كانت حلوة، واللي ميز الرسالة اللي قدموها الممثلين رعاية الوالدين، أبكتنا بصراحة لأنها كانت تلامسنا إحنا. وأتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله.